السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم فيديو جديد نفيد به ونستفيد. لو أنا عندي بطارية زي دي وعايز أشحنها، الفكرة بسيطة قوي وسهلة جدا ومعروفة. تمام هتجيب وصلة زي دي كده وهتعمل موجب على الموجب وسالب على السالب، يعني هنا موجب هنا سالب، وهتبقى بالشكل ده كده. تمام هتجيب شاحن 12 فولت 2 أمبير، 12 فولت 2 امبير ماشي، هتشغله كده اهو، كهرباء اهو، نور معانا الشاحن اهو، هتدخله هنا اهو، وهتعمل الموجب على الموجب زي ما قلنا لحضرتك كده، وهنعمله كده، وهتسيب البطاريه قيمه 3 4 ساعات، لان ده 2 امبير يعني 1.5 امبير مش هينفع، 2 امبير كويس جدا جدا، هيشحن معاك البطاريه وهتبقى كويسه جدا ومفيش اي مشكله منها ومجربينها كتير قوي 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 لو انت ما عندكش شاحن تشحن بيه. ممتازه جدا جدا. طيب لو انت عندك شاحن هتجيب شاحن برضه 2 امبير من بتاع الدريل اللي هو ده، اللي هو بيبقى ديك لون احمر اثناء الشحن لغايه ما بيشحن، لحد ما بيشحن ويقول لك ان البطاريه اتشحنت بيلون باللون الاخضر. يبقى احنا هنستغنى عن الشاحن ده وهنجيب شاحن زي ده كده اهو بتاع دريل، بيتباع ب 100 جنيه دلوقتي اهو، بيتباع ب 100 جنيه، بتحط هنا اهو اهو وبتشحن بيه. اما بتخلص البطاريه شحن هو دلوقتي عشان مش عارف يوصل بيبقى لونه اخضر، لما بتوصل البطاريه بالشحن هياخد معاك في الشاحن ده 4 ساعات او 5 ساعات، ولا البطارية هتسخن ولا أي حاجة كان. شاحن اللي بيشحن البطارية اللي هي 12 فولت. الفكرة سهلة إنك أنت تعملها وبسيطة، حاجات غير مكلفة. الشاحن ده بقول تاني أهو بيتباع ب 100 جنيه عند بتوع العدد، كله عايز شاحن دريل. هتلاقي هنا اللمبة دي كده أما بيشحن أحمر، وهتلاقيه لما يخلص أخضر. تبقى البطارية قدام منك تتشحن، بطارية 6 فولت هيشحنها لك الاثنين زي كده، وده 2 امبير. أرجو مشاركتنا على برنامج كوالما شاشة صبري ميكس يوتيوب ودعم الفيديوهات والتيك توك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعمنا عشان نقدر نستمر ونقدم لحضرتك فيديوهات.